السلام عليكم وأهلا بكم مع لقاء جديد من علوم دار قدمها لكم أنا محمد عبد الكريم. والبداية بأهم العناوين. رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة. وبتوجيهات محمد بن راشد حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة. ونص المرسوم رقم 2 لسنة 2022 على أن ينشأ في ديوان الرئاسة مكتب يسمى مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف ويتبع الوزير. كما نص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للمكتب في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع له داخل الدولة وخارجها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أوخنا خوريل سوخ رئيس منغوليا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس أوخنا خوريل سوخ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي لوفسان نامسراي رئيس وزراء منغوليا. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة كارلوس فيلانوفا رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس كارلوس فيلانوفا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي جورج لوبيس بوم جيسوس رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية. عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الخطط الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022-2025 أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحفيز قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء وترسيخ مكانة القطاع كرافد أساسي في منظومة التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتنفيذا لأهداف حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على المعرفة وتمكين التنمية الزراعية المستدامة وضمان وفرة وسلامة الغذاء وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا الميدان. استراتيجية الهيئة الجديدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الزراعي والغذائي وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح لدعم جهود حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع، كما تمثل خريطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى 66% مقابل 46% حاليا وخفض استخدام المياه
المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة بنحو 500 مليون متر مكعب في الفترة بين 2022 و2025. في مبادرة لدعم الشباب الناشئ نحو الابتكار وتنمية القدرات الشخصية، استقبلت معالي نور الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الطالبة مهرة علي وذويها مؤلفة كتاب اصنع نسخة أفضل من نفسك، وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بكتابها ومدى ما تمثله كونها شابة إماراتية بدأت بأصعب المواهب وهو تأليف الكتب. هذا وتسلمت معاليها نسخة من الكتاب متصفحة محتواه وما استنتجت منه الكاتبة وما تود تقديمه للقارئ، مؤكدة أن الدعم مستمر لأصحاب العقول النيرة والمبدعة. والله أنا فخورة فيك مهرة، وجدا سعيدة أني أشوف ما شاء الله شاب بهالعمر بعدك ما تخرجتي ما دخلتي الجامعة وعندك أول إصدار الكتاب. هذا جزء مهم جدا من العطاء، حتى لو ان الواحد مو بشرط انه يشتغل، بس هذا كتابك اخترتي ايضا اللغه الانجليزيه اللي يعطي بعد ان شاء الله صدى يكون مش بس محلي بعد عالمي. وايد اشكر معاليها نوره اللي انحطتني وقتها ودعمتني وساعدتني استضافتي مع معاليها والحكومه، يخليني واثقه من عمري ويشجعني اني أنجز إنجازات ثانية وأكتب كتاب ثاني بإذن الله. اصنع نسخة أفضل من نفسك، عنوان كتاب يعنى بتطوير الذات، هو الإصدار الأول في طريق إبداع ابنة 14 ربيعا مهرة علي آل علي، تخاطب فيه بلغة بسيطة وسهلة عقول أبناء جيلها من طلبة المدارس حول الثقة بالنفس وبناء الطاقات الإبداعية. تبحر مهرة بين أمهات الكتب لدعم معارفها وطموحاتها، فهذا الإصدار مجرد بداية رحلتها في عالم التأليف. عمري 14 سنة، كتبت أول كتاب لي قبل سنة. كتابي تطوير ذات عبارة عن 7 طرق تساعد الشخص يستوي أحسن نسخة من نفسه. اللي خلاني أكتب الكتاب وحبي للقراءة وكيف القراءة غيرتني أنا شخصيا، ومع شفت أن معظم الناس اللي في عمري يشوفون أن القراءة مملة، وفعلا يوم كنت أقرأ كتب تطوير ذات كانت وايد معقدة وكان فيها كلام وايد، فأنا حبيت أني أكتب كتاب سهل ومفيد عشان يحببهم في القراءة. موهبة صقلت بدعم أسرة مهرة التي دعمتها منذ نعومة أظافرها، فضلا عن الدور الداعم لها في المدرسة، وها هي تجيد 3 لغات لتساعدها في تنويع مصادر مراجعها بثقافات مختلفة. عائلتي وايد شجعتني على القراءة من كنت صغيرة، وأنا ما كنت من محبين القراءة، بس عقب ما أمي عطتني كتاب اسمه The Four Agreements شخصيتي وايد تغيرت وايد تأثرت من الكتاب، فبديت أحب الكتب وخاصة تطوير الذات، ومن هناك بديت أقرأ وهاللي خلاني أكتب كتاب. لم تغفل مهرة طالبة الصف العاشر اهتمامها التعليمي ليمتزج تحصيلها العلمي مع الإبداع في الكتابة، منطلقة بقوة نحو الإبداع في عالم التأليف والنشر وتطوير الذات. تمثل مهرة علي نموذجا لمواهب طلابية واعدة على مقاعد الدراسة ضمن جيل يعقد عليه الوطن آمالا وتطلعات لمستقبل زاهر ومشرق في المجالات كافة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بدء تطبيق التعديل على أحكام قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة في إمارة أبوظبي. أنا المتحف هذا ما سويته لنفسي فقط، أنا أعتبره إرث للأجيال القادمة. ما يظنه البعض هواية
بالنسبة لهم حب وشغف. المقتنيات التي عندي صعب أني أنا أفرط فيها. ما يراه الكثيرون كشيء قديم، هم يرونه كنزاً وإرثاً يجسد أجمل لحظات التاريخ. واحتفظ فيها وإن شاء الله بتتم للجيل اللي بعدنا، إن شاء الله يحتفظ فيها. فتحولت منازلهم إلى متاحف. هناك قصص كثيرة تروى وحكايات إحنا دائماً يهمنا الناس تعرفها، تحوي التميز والأصالة وأماكن تعرض الذكريات وتسرد أجمل قصص الماضي. نوادر الليلة 10 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم جديد مشاهدينا علوم دار في كل دار متواصلة، وكانت أبرز عناوين هذا المساء. رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم دار في كل دار عبر منصات علوم دار للتواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 1288 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الوزارة إجراء 123,037 فحصا جديدا خلال 24 ساعة الماضية، ما أسهم في الكشف عن 1554 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. عطاؤكم عيدهم شعار حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأتم صورة ومعنى من خلال مشروع أضاحي العيد، حيث وصلت مسيرة جهودها في توزيع الأضاحي على المستفيدين كافة بقاع الأرض من أرض الدولة وفي جميع إماراتها وفي 57 دولة حول العالم. أبواب الخير لا تكتفي بطارق يطرقها ومجيب معين لأهله، بل تتخطى حدود المساعدة تلك الجهود المبذولة من أجل إيصال طلب المساعدة إلى طارقيه سنداً وعوناً لهم رغم صعوباته. هي تضحيات يثابر الهلال الأحمر الإماراتي على الإيفاء بها كل عام. عطاؤكم عيدهم حقاً وصلت عيدية عيد الأضحى المبارك إلى أهلها في شتى بقاع الأرض. 106,000 شخص استفاد من أضاحي الهلال الأحمر داخل الدولة، محتضناً الأسر المتعففة والشرائح العمالية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عنها، ربطاً منها بين عطاء أهل الخير المحسنين ومستحقيه تحقيقاً للشريعة الإسلامية، وسط حرص كبير من الهلال الأحمر على توزيعها في مراكز قريبة من المستفيدين في جميع إمارات الدولة، وبأياد طيبة لأهل التطوع والمتطوعين في صورة تلاحم مجتمعي عظيم.
حدود الخير لا تقتصر على توزيع الأضاحي داخل الدولة، بل توسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتجوب نحو 57 دولة حول العالم ليستفيد من مشروع الأضاحي أكثر من 1,400,000 شخص من 4 قارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك للحد من تداعيات نقص الغذاء وارتفاع أسعاره. وتم التوزيع منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول، وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أوفت بعهودها لتوسع من دائرة المساعدات هذا العام رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي والتدابير الوقائية والاحترازية وإجراءات التعقيم، لكن سور الإمارات المبنية على التعاون والعطاء مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة، وخصوصا تلك التي تعاني وطأة الظروف وشظف العيش، سيبقى متينا شامخا وظلا وافرا للفقراء في أحيائهم النائية وللاجئين في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وللمهجرين في أصقاع الدنيا خاصة أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة، حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله رغد العيش ونعمة الاستقرار. أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء تطبيق التعديل على أحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي والخاص بدائرة البلديات والنقل. بدأت دائرة البلديات والنقل تطبيق التعديل على أحكام قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة السكنية العامة في إمارة أبوظبي، ويهدف التعديل الجديد إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي للتطوير المستدام وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال مظهر عام متميز ومرافق وبنية تحتية رائدة على مستوى العالم وتطوير النصوص والمواد التشريعية والأدلة الإرشادية بما يتوافق مع المتغيرات والنمو المستمر في الإمارة. ويعمل التعديل على تحديث المتطلبات العملية لتطبيق القانون والقرارات التنفيذية التي صدرت بموجبه، ويتيح الفرصة للمخالفين لتقديم التظلمات بشأن المخالفات أمام الإدارة المعنية في البلدية ضماناً للعدالة والحفاظ على حقوقهم. كما تساهم في تعزيز سبل إنفاذ القانون بما يحقق التزام المجتمع بكافة فئاته بأحكامه، إضافة إلى تمكين الجهات المعنية من إزالة المخالفات بالسرعة المطلوبة. وقد اشتمل على تعديلات جوهرية تتماشى مع التوجهات المستقبلية في الإمارة تتضمن ما يلي: تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية في البلدية مباشرة بدلاً من إحالتها للنيابة العامة، منح مرونة في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة، إمكانية عرض التصالح على المخالفين وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد أو تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف. يمثل التعديل الجديد خطوة هامة تساهم بشكل مباشر وإيجابي في حياة سكان أبوظبي وتعزز من إمكانياتهم لتحقيق تطلعاتهم في مجالات الحياة كافة. وحول هذا الموضوع والتعديل تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة عائشة الخوري، رئيس قسم تخطيط وتشريع النظافة والمظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي. مرحبا بك معنا أستاذة عائشة في نشرة علم الدار. مرحبا يا أخوي محمد، الله يسلمك. بداية أستاذة عائشة، ما هي أهم النقاط التي تم تعديلها على قانون الحفاظ على المظهر العام؟ بداية نحب نشكركم على الاستضافة ويسعدنا من خلال منصتكم توضيح التعديلات الخاصة بالقانون بما يهدف التعديل الجديد إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التطوير المستدام وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال مظهر عام متميز ومرافق بنية تحتية رائدة على مستوى العالم. اشتمل القرار تعديلات تتماشى مع التوجيهات المستقبلية، ملخصها كالتالي:
تحويل الغرامات المنصوص عليها في القانون من غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية إلى غرامات إدارية تفرضها الإدارة المعنية في البلدية مباشرة بدال ما يتم إحالتها للنيابة العامة. النقطة الثانية اللي هي منح المرونة في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وإمكانية عرض التصالح مع المخالفين وإلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد أو أن تقوم البلدية المعنية بإزالتها على نفقة المخالف. نعم. سيدة عائشة، هذا التعديل أو القانون هل يشمل الأفراد أم المؤسسات أم يشمل كليهما؟ هو يشمل القانون وتعديلاته كافة الأفراد في إمارة أبوظبي والمؤسسات والشركات بكافة أشكالها، يوفر من المزيد من المرونة في سرعة إزالة المخالفات وبالتالي الحفاظ على المظهر العام بشكل أفضل. نعم. كيف برأيك يعني سادة عائشة سيساهم هذا التعديل في المحافظة على استدامة جودة الحياة في إمارة أبوظبي؟ يساهم التعديل الجديد في تعزيز سبل إنفاذ القانون بما يحقق التزام المجتمع بكافة فئاته وأحكامه بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من إزالة المخالفات بالسرعة المطلوبة. يعمل القانون وتعديلاته على حظر أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في إمارة أبوظبي، يعني بما في ذلك اللي هي المساحات الخضراء، الأرصفة، المباني والأسواق، الطرق العامة والصحة العامة بشكل عام، إلى جانب إلغاء كافة المظاهر المسببة للإزعاج في الإمارة، مما يعزز طبعا جودة الحياة في إمارة أبوظبي ورفع مستوى الرفاهية لجميع سكانها وزوارها. يعطيكم العافية على هذه الجهود الكبيرة. إذن السيدة عائشة الخوري رئيس قسم التخطيط وتشريع النظافة والمظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. دبي خامس أفضل مركز للشحن البحري عالميا. حضارات عاشت وما زالت تلهمنا جيلا بعد جيل. توحدت أهدافهم في عشق الإمارات. لا خلينا منكم الموسم الثاني الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. أهمية الذكاء الاصطناعي، المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة ونقلها للآلات الذكية، استخدام اللغة الإنسانية مع الآلات عوضاً عن لغات البرمجة الحاسوبية. ستساهم الأنظمة الذكية في المجالات التي يصنع فيها القرار، المساعدة في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية والتعليم التفاعلي. ستخفف الآلات الذكية عن الإنسان الكثير من المخاطر والضغوطات النفسية. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد الدول. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، والآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في سياق التقرير التالي. تستضيف دبي الدورة الأولى من القمة العالمية للشركات خلال الفترة من 21 من نوفمبر وحتى 16 من ديسمبر لهذا العام، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لترسيخ قيم الرياضة وتعزيز النمو في العديد من قطاعات الأعمال، وستجتمع نحو 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى بالإضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم لبحث القضايا العالمية والخاصة
الخاصة بقطاعات معينة، وكذلك لعقد شراكات من شأنها المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن تسارع وتيرة الانتعاش في رحلات السفر الجوية بالتزامن مع موسم الصيف المزدحم في نصف الكرة الشمالي. وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ارتفاع إجمالي حركة المسافرين على مستوى العالم بنسبة 83% في مايو الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2021، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية التي بلغت نسبة 68% من مستويات ما قبل الجائحة. كما حققت شركات الطيران الأوروبية انتعاشاً بنسبة 412% في مايو من هذا العام، في حين سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انتعاشاً بنسبة 317%. هبطت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم لتواصل تراجعها بعد أن سجلت أمس أدنى مستوياتها خلال 9 أشهر مع استمرار صعود الدولار الأمريكي. وتأثرت شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر عقب الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي الذي بات ملاذاً مفضلاً للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل إثر تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم. وتتلقى العملة الأمريكية دعماً قوياً في ظل التوقعات بأن مجلس احتياط الاتحاد الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظرائه حول العالم، إذ سجل الذهب نحو 1729 دولار للأوقية. نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على مؤشر تنمية مراكز الشحن البحرية الدولية لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم الصادر عن بورصة البلطيق البريطانية المتخصصة في التجارة البحرية. واحتفظت دبي هذا العام بمركزيها الإقليمي والعالمي للعام الخامس على التوالي على المؤشر برصيد 75 درجة، تفوقت بها دبي على موانئ روتردام وهامبورغ ونيويورك ونيوجيرسي الأمريكية. كما أن مدينة دبي الملاحية كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطة لرصد مبلغ 38 مليون دولار للاستثمار في الطرق والبنى التحتية لتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين منشآت ومرافق المدينة والاستقطاب المزيد من الأعمال التجارية. دار في كل دار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.